سب هذول شوف. هلا نيجي نطلع هذول، هذه ايش معناها؟ الماينس 2 بلس 4 ايش ممكن اطلع منها؟ كاركترستيك ايكويشن. تمام، او بقدر اطلع منها بيتا. لو جينا رسمنا الان الاس بلين، رح نيجي نقول عندي ناقص 2، هاي نفترض هاي ناقص 1، ناقص 2، 1 2 3 4. مش هاي اللوكيشن تبعت واحد من الدومينانت بولز؟ الناقص 10 ضعيف بعيد، قديش الريل بارت هون عندي؟ ناقص 2، هون الريل بارت ناقص 10، فهدول الدومينانت بولز مش هيك اللي بحددوا الترانزينت ريسبونس تبع السيستم، وراح ننزل 1 2 3 4 هي البول الثاني. لو رسمنا خط الان بين هاي وهاي، هاي الزاوية ايش سميناها؟ بيتا. والعلاقة بين بيتا، كيف بطلع بيتا الان من الرقمين هدول؟ واضح انه هذا واحد منهم ضلع واحد ضلع ثاني مش هيك؟ فعندي هذا هون 2 وهذا 4 وهذا اوميجا دي وهاي زيتا اوميجا ان، مظبوط؟ ايش بدي اطلع الان منها؟ اذا طلع يمكن بقدر اطلع زيتا مباشره مش هيك؟ عندي 4 على 2 بتساوي اوميجا دي على اوميجا ان في زيتا، مظبوط؟ اوميجا دي شو بتساوي؟ تساوي اوميجا ان في جذر 1 ماينس زيتا سكوير، اوميجا ان بتشطب مع اوميجا ان مش هيك؟ فبصير عندي الان زيتا على سكوير روت 1 ماينس زيتا سكوير تساوي نص، مظبوط؟ كوساين النص عشان تطلع بيتا، صح؟ بصير او اذا طلعنا زيتا بنطلع الاوفر شوت، بدك تطلع الاوفر شوت؟ بصير تعملها بهذيك الطريقة، إذا بدك تعملها بهذيك الطريقة بتطلع قديش بيتا بتطلع من هون؟ إذا هاي 4 على 2 تان 2 تان انفرس ل 2 شو بيطلع؟ 63 دجري، وحولها حولها لراديانس، اقسم على 180 اضرب في 2 باي، تقريبا بتطلع ثلث باي مش هيك؟ على 180 في باي، عفوا على 180 في باي تطلع 1 وش 1.09 اوكي. هاي بصير تعملها من هون، اذا بدك انا كنت بدي احاول اختصر من هون، بصير نعملها من هون. طيب اذا عملنا هلا هاي عندي، اذا زيتا بتساوي كوساين 63 اللي قديش تطلع؟ 0.41 4.45. هلا اذا نطلع من هون نسبه الاوفر شوت. هلا لاحظوا اليوزر لما قال راح يحط السؤال راح يقول لي بدي الاوفر شوت يكون اقل من او يساوي هاي القيمه مش هيك؟ اذا هو طالب 20 وانت اعطيته 10 بيكون مبسوط ولا زعلان؟ تمام. 22 مشكله، 25 مشكله، فاحنا من الاوفر شوت بدنا اياه يكون اقل من او يساوي. إذا متذكرين هاي العلاقة عندي ماينس باي زيتا على 1 ماينس زيتا سكوير، مظبوط؟ معادلة هون، وهذه عندي الأوفر شوت بدنا نطلعه، وعندي إكسبوننشال حد بيقدر يحسب لنا إياها، يشوف 1 ماينس 0.45 سكوير، وهون عندي ماينس باي في 16% حوالين 16% 20% بتطلع. اذا عندي هون ام بي بيرسنت، اذا بدي احطها كيوزر ريكوايرمنت تكون اقل من او تساوي 20%، واللي هو تحقق معنا مش هيك؟ متذكرين شفتوا تحقق؟ اذا تحقق معي هذا الاوفر شوت، اذا ما زاد الاوفر شوت عن 20%. اذا لو اليوزر بده يحط الريكوايرمنت تبعته بكلامنا هذا ايش راح يقول؟ ما بدي درجة الحرارة أو ما بدي الفاريبل يزيد بأكثر من 20% عن الفاريبل اللي أنا بدي إياه اللي عمال بطلبه، أوكي؟ هي أول شغلة. إيش ممكن نطلع كمان؟ نطلع على الرايز تايم. خلينا نشوف الرايز تايم قديش عندي. هلا الرايز تايم راح نجيبه من أوميجا دي أو من بدنا إياه من أوميجا دي مش هيك؟ أوميجا دي هيها عندي 4، مظبوط؟ إيش الرايز تايم بتساوي المعادلة؟ الرايز تايم بتساوي باي ماينس بيتا ان راديانس على اوميجا دي باي، هاي بالراديانس كانت 1.01 مش هيك لقيتوها، على اوميجا دي اللي هي 4. قديش تطلع باي ماينس 1.01 على 4؟ 0.53 مضبوط؟
هلا اكبر من ولا اقل من؟ اقل من. اقل. هاي يوزر ريكويرمنت، هاي يوزر ريكويرمنت. هلا بدك هدول ترجمهم زي ما بدك، حولها اذا بدك لسيتلينج تايم. اذا بدي احولها لسيتلينج تايم شو بدي اجيب؟ زيتا اوميجا ان. هاي زيتا اوميجا ان موجودين عندي هون، هيهم قديش قيمتهم؟ اثنين. اثنين اللي هي هذه راديانس بير سكند، مش هيك؟ التايم كونستنت ايش تبع هذا السيستم؟ التايم كونستنت لهذا السيستم شو بكون؟ واحد على زيتا اوميجا ان، مش هيك؟ اذا بضربه في اربعه شو بعطيني؟ السيتلينج تايم. اسمه السيتلينج تايم بده يكون اربعه في واحد على زيتا اوميجا ان، او اذا بدك هون اربعه على واحد. فالسيتلينج تايم بده يكون اقل من او يساوي هاي القيمه. اوكي؟ 4 على 2 بيطلع عندي 2 سكندز. ماشي، الكل فاهم هدول؟ ايش الواقعي اكثر انه يطلبه اليوزر؟ واحدة من اليوزر ريكويرمنتس، ما راح يجي يقول لي بدي اياها 4 و